مرحبا بكم في قناتي Let's Summarize It. هذه الحلقة الرابعة من سلسلة تأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسة التدريس. تركز هذه الحلقة على التقييم التلقائي أو Automated Grading. يشير التقييم التلقائي المعروف أيضا بالتقييم الآلي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم أعمال الطلبة، مثل استخدام المقالات، الأسئلة ذات الإجابة القصيرة Short Answer Questions، أو الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة Multiple Choice Questions. تستخدم أنظمة التقييم التلقائي تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية أو Natural Language وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل إجابات الطلاب وتوفير التعليقات. لفهم هذا الموضوع بشكل أفضل سوف ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي نفسه على شكل المساعد فارس. شكراً لك دكتور حسام على دعوتي لقناتك. تستطيع أدوات التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفير تقييم أكثر جوبية واتساقاً مقارنة بأساليب التقييم اليدوي التقليدية التي قد تكون ذاتية الغرض وتعاني من الأخطاء، كما يمكنها توفير التعليقات للطلاب بشكل أسرع مما يعزز تجربتهم التعليمية. تستخدم أدوات التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم الآلي لتقييم أعمال الطلاب، مثل الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة والأسئلة ذات الإجابة القصيرة والمقالات. يمكن لهذه الأدوات تحديد الأنماط في إجابات الطلاب وتقييم جودة إجاباتهم وتوفير التعليقات للطلاب. يمكن أن توفر أدوات التقييم التلقائي وقتاً للمعلمين وتوفر التعليقات للطلاب بشكل أسرع على أعمالهم. ومع ذلك هناك مخاوف بشأن دقة وعدالة هذه الأدوات، حيث قد لا تتمكن من تماماً التقاط تعقيد وتفصيل أعمال الطلاب. عملية التقييم التلقائي عادة ما تشمل عدة خطوات. أولاً، يقوم الطالب بتقديم أعماله إلى منصة عبر الإنترنت تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل النص. يقوم النظام بتقييم العمل بناءً على معايير محددة مسبقاً مثل القواعد النحوية والترقيم، بالإضافة إلى عوامل أكثر ذاتية مثل الوضوح والترابط والأصالة. يقوم النظام بتوليد درجة أو تقدير للعمل، والذي يعتمد عادة على نظام تقييم أو دليل تسجيل. تتمتع أنظمة التقييم التلقائي بالعديد من المزايا على أساليب التقييم اليدوي التقليدية. فمن جانب، يمكنها توفير تقييم أكثر اتساقاً وجوبية، حيث أنها غير معرضة للتحيزات والأخطاء التي قد تؤثر على التقييم البشري. يمكن أيضاً لأنظمة التقييم التلقائي توفير التعليقات للطلاب بشكل أسرع، مما يعزز تجربتهم التعليمية. ومع ذلك، هناك أيضاً بعض القيود على التقييم التلقائي. واحدة من المخاوف الرئيسية هي أن أنظمة التقييم التلقائي قد لا تكون قادرة على تماماً التقاط تعقيد وتفصيل أعمال الطلاب، خاصة للمهام الأكثر ذاتية مثل المقالات. يعتبر البعض أن أنظمة التقييم التلقائي قد تميل إلى تفضيل أنماط أو أساليب كتابة معينة، أو أنها قد تكون متحيزة ضد بعض فئات الطلاب. على الرغم من هذه القيود، فإن استخدام التقييم التلقائي في التعليم يصبح أكثر انتشاراً، خاصة في بيئات التعلم عبر الإنترنت.